حرية الإعلام والبناء الديمقراطي كان عنوان مائدة مستديرة نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية. موضوع الإعلام وعلاقته برأس المال والسياسة أخذ حيزا هاما من النقاش، خاصة أمام تنامي ظاهرة توظيف المشهد الإعلامي لأغراض سياسية. من جهة أخرى طرحت مسألة ضرورة تنظيم قطاع الإعلام، وكانت كراس الشروط التي تعدها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إحدى الآليات التي تم التطرق إليها. واقع الإعلام وتنامي ظاهرة السجالات السياسية في المنابر الإعلامية جعلت الحاضرين يتساءلون حول ضرورة البحث عن أشكال جديدة لإعلام يبحث في أصل الإشكاليات اليومية عوض الاكتفاء بعرضها. غياب الوجه الإعلامي المعروف سفيان بن فرحات عن المائدة المستديرة لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية أعاد إلى السطح مسألة العنف المسلط على الإعلاميين وخطورة ذلك. المشهد الإعلامي شأنه كشأن باقي القطاعات يعيش أزمة يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي، تعمقها حالة الترهيب المتفشية في البلاد، واقع يستوجب تضافر الجهود من القوى الحية لدعم هامش الحريات التي دفع من أجلها العديدون حياتهم ثمنا لضمانها.